كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. شيخ المدينة تقول كونه إيقاف الفرقة هذه هي أم الفرق، وهذايا طبعا دا يقع التراجع فيه بحكم الحراك اللي صار من الميدانيين وخاصة عناصر فرقة مدينة تونس اللي هما كذلك كان باش يقع إيقاف العقود نتاعهم. هذا اللي شيء بنتي معناها يندى له الجميل. المرأة برشا كذب وبرشا مزايدات، وإحنا توا اللي طالبينه هو عودة الفرقة اللي سالف نشاطها لكن بمجريات أخرى. العقود نتاعنا وين يا علاش ما تصحتش كذا؟ لا إجابة، خاطر كي تقول لك بيبي محلول مش صحيح يسمعوا فيا أنا ريم موجودة، ناس كل موجودين، موني نور الدين بيدها مدام موني اللي قدمت استقالتها للسبب هذا. مدام موني حاولت باش تقابلها، بعثت المراسلة اللي قالت ما في باليش بيها، هذه المراسلة نتاعها اللي تقول لها راهو العروض قاعدة تتلغى، الناس مش خالصة، كيفاش نعملوا كيفاش كذا. معناها بعثتها باسم شيخة المدينة. العروض اللي جاتنا من الوزارة هذيك دليل، الخواص نجموا مندور عليهم، أنا مش نفهم وزارة الثقافة. 8 عروض بتاع وزارة الثقافة اللي تلغات، والفرقة بعثت ورقة بإلغاء العروض موجودة. ولذا سألنا بدأت الحكاية بإلغاء العروض. ثم هذا يظهر عادي، ما فماش فلوس، ما فماش بيوس، ما فماش ولو هو مش عادي. لانه احنا مشغولين كي نعملوا عمل، هي تحكي على المال العام، انت عملت عمل لازمو يعرف. مشينا سي عبد الفتاح مورو طلبنا موعد، مشيت له انا المجلس النواب واستقبلني وحكيت معاه، قلت له الفرقه راهي هكا وهكا. كلمنا سعاد عبد الرحيم شنو المشكل، ما دام لا تحب تقابل لا تحب. كيف كلمها؟ حرفيا قال لها فرقه مدينه تونس قالت له وقفت العقود. قال لها كيفاش وقفت العقود؟ الناس ما في بالهاش. قالت له وقفت العقود. أنا خدمت مدة عامين ونص في فرقة مدينة تونس، زوز مسرحيات باش نحكي، وفاتهم ثلاثة مسرحيات، عندك البيادق، عندك حر ليلة صيف، وعندك إسكابان اللي هو مسرحية للأطفال، عرضت عرض أول فقط، ما عودتش تعرضت جملة، اللي أنا المخرجة نتاعها، أو هي أجدها فرقة مدينة تونس، على أساس في كونفونسيون مع وزارة التربية، مدة 3 سنين. بعد ذلك كونفيونسيون رينا حتى عارف رينا حتى شكل. الاشكال نتاعنا انه السيده سعاد عبد الرحيم ما وقعتش العقود نتاعنا، لكن هذا تنجم ما توقعش، اما تعلمك هي ما علمتنيش بعدم التوقيع، ما علمتنيش بتوقيف العقد نتاعنا كتابيا. و كل شهر توقعوا؟ لا 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 لا، كل عام العقد نتاعنا يتعمل، ولكن كي ما علمتنيش خاطر سنة الفارطة نفس الشيء عملت، ما كانش في بالنا أنه وقفة العقود. وسمعنا بعد اللي هي وقفة العقود، وهذا احنا ضده، نطالبه باش نكونوا موجودين في الفرقة. ولكن هما توا تقول لك اي ايجا صحح العقد، لكن احنا باش نقعدوا مهدين في نفس الحكاية كل عام، باش نعملوا لنا نفس المشكل هذا. فاحنا طالبين العقد متاعنا يولي يتجدد تلقائيا، والنظر في القانون الأساسي اللي هو توا ما يواكبش 2019، ونطالب أن نكونوا موجودين في الفرقة. احنا سنين خدمنا فيها، ما فهمش علاش باش نقعدوا العقد نتاعنا يقولوا ما يتجددش. معناها من حقنا باش نكونوا موجودين في فرقة مدينة تونس. فما كلام يتقال على أن فما مؤشرات بحل الفرقة هذه. والله إذا كان هي خرجت وقالت أنا ما ننويش حل الفرقة، ما نجمش نولي نقول اللي فهمناه اللي كانت ماشيه في الثنيه هذه، لانه مديرتنا استقالت اللي هي السيده منى نور الدين، احنا وقفوا لنا العقود، دونك الفرقه ما فماش. ولكن بعد تغيرت المعطيات، لانه بعد ما استقالت السيده منى نور الدين وكلموها رجعت. شوف التقنيين يخلصوا على الجمعيه الثقافيه، هذا امر خطر تو انت بعجاله معناها، وتقول اللي عندها مشاكل في الجمعيه الثقافيه ما خلصوش عندهم تو 9 أشهر في شهرهم. مش موجود. احنا الممثلين شو يقف العقد متاعنا اللي قالته هي طلب برنامج، وفسرنا البرنامج مش من مهمتنا. في الحالات الكل معناها اللي في الحالات الكل توقف العقد لازمك تعلمني،
وانا بعد نمشي اذا كان فما امور قانونيه نعملها. سينو انت مطالبه باش تقابلنا ساعه، رفضك لمقابلتنا، بعثني لك فاكس وما قبل ما رجعتش على ما قعدنيش. ثم كي تعديت حكيت لي كونه احنا في الجلسه الاولى اللي عملناها معاها عمناول انه وعدناها ببرنامج ولم نفي بوعودنا، وهذا ما عندناش فيه، ما نجموش نكونوا وعدناك، ماهوش احنا نعطيو البرنامج. فما القانون الاساسي يقول اداره الفرقه تختار البرنامج نتاع العمل نتاع الموسم هذاك، يجلسوا باستشاره اللجنه الثقافيه، ثم يقع العمل هذاك تقديمه لرئيس البلديه ويصحح على قرار العمل. يجي دورنا احنا لهنا باش نجسدوا الشخصيه التي تقدم لنا، لازم نجسدها باحسن معناها ما عندي، نعطي مجهودي، نعطي احساسي، نخدم دوري، نكون زاد كيف كيف نشرف ادارتي. معناتها انا كي نمشي ديبلاسمون نكون مشرفه للاداره، كي نتعدى في انترفيو عمرك ما تلقى حاجه اللي هي تمس ادارتك، هذا المطلوب. معناتها فما نقطه اخرى بخصوص الغاء العروض وصعوبة عرض اذا كان ثم هناك عرض. اي هما الغاو العروض، لكنها في الاذاعه قالت ما في باليش بهم جمله، وهذه حاجه تبهت ما في باليش يعني معناها فما استفهام كبيره، فما نقاط ما تفهمهاش او معناها مفهومه لكن هي حابه تقولها كيك، هذه ما نعرفش عليه. ليسونسييل انه هذا مش صحيح، العروض تلغات، احنا عندنا عروض تلغات، احنا نطالبوها كيفاش العمل اللي تعمله بعد ما فماش عروض، توزيع العروض من مهمه زاده كيف كيف، احنا نطالبوا برشا عروض، نطالبوا باش نكونوا موجودين في المهرجانات الكبيره، انا كممثله نحب نكون موجوده في احسن البلايص، نمثل احسن دور، هذه معناها ما فيها شك. دونك انت كي تقول انا عملت وصرفت مش صحيح، لانه الحديث قلنا في الكونفيرونس دو بريس المصاريف اللي يحكيوا عليها حتى كان يتصرف على عرض كبير ويعرض عرض واحد، راه فما عروض مشغوله باش تعرض عرض واحد كيما عرض كرتاج، ما تنجمش تهزوا في مسارح اخرى. مش هذيك المشكله، انت ماكش حاله حاجه تجاريه، المهم العرض عنده قيمه وعنده رونق ولقى نجاح، ثم اللي خدموا العبيد العناصر ذوكم الكل اللي خدموا على الركح، انت خدمت وقت صحافه باش تكتب، تلافس باش تكتب، الناس اللي خدمت في المسرح، الناس اللي خدمت، معناتها فما حركه، هذا المطلوب. معناتها وزير الثقافه مشكور اولا على محبته، على وقفته، على استماعه لينا، ثم على تدخله هو الدخل باش حكي مع مدام سعاد عبد الرحيم في الموضوع، مشكور واحنا نراوله بهذايا، مشكور وبارك الله فيه. لكن انت ما عندكش فرقه، اذا النوايو مش موجود انت قاعده تعمل في مشاريع تبع البلديه، فرقه مدينه تونس لا وجود لها اذا كان احنا مش موجودين. حتى كان خلينا نكونوا سبب يعملوا ريكروتمون الفنانين اللي هما رافضين يعملوه، نطلبوا فيه عنا قداش، خلينا نكونوا سبب. المطالب هي واضحه، اولا اعاده النظر في القانون الاساسي اللي هو من عام 83 ما تحينش، دونك هو جا الزمن فيه ثغرات، ونعرف القانون طول المده تظهر الثغرات وتظهر الاشياء اللي لابد من اصلاحها باش يكون مواكب للحياه، مواكب للعصر، مواكب للحركه المسرحيه اللي هي حركه دائمه الحراك يعني تتطور. هذه سامحني في النقطه ذي، طالبوا باستقلاليه الماديه للفرقه باش ما تقعدوش تحت ما نقولوا طائله. هو هذا يا ريت يتحقق، لانه هذا يسهل العمل نتاع الفرقه ويسهل المعاملات مع الفرقه، لانه اليوم علاش قلت لك القانون لازم يتبدل؟ اليوم ما عادش البلديه بركه تنظم عروض، اليوم هناك الوزاره تنظم عروض، هناك جمعيات تقتني عروض، فما اشكال فيها في صرف المكافئات هذه على انا طريقه، لان الميزان البلدي لما يدخل له فلوس ما عادش نجم تخرجها. دونك الاشكال هذايا مطروح، هذاك علاش نقول اعاده النظر في بعض فصول القانون الاساسي. هما وشيء الاكيد انه على الاقل تطبيق الفصل 28 اللي يقول بعد عام الممثل يترسم. أنا واحد من الناس عديت 45 سنة في الفرقة، صح أمضيت على العقد الأولاني برك، وقعت تثبيتي في الفرقة، وقعت إذا إعادة النظر في القانون الأساسي اللي هو شيء أكيد وهام جدا، إعادة النظر في بعض بنود العقد، لأنه إحنا الأمثلة نتاعنا شنو هي؟ الأمثلة نتاعنا هو الغرب، يعني فرنسا هناك قانون الجامعة العالمية للممثل اللي يضبط واجبات وحقوق الممثل بصفه دقيقه باش الامور تمشي منظمه، لانه هو فن لكن هو يلزم يكون منظم، ما يكونش خبط عشوائي. دونك اعاده نظر في بعض وامضاء العقد، واذا ترسم الفنان بعد عام بالنسبه للجديد احنا نحبوا الشباب يدخل الفرقه. انا خلوها لي حمد بتيجاني وعلي بن عيال والهادي سمنالي والقصباوي، انا لازم نخليها للجيل الجديد. في النقطة هذه صعب، تحدثت عن مؤشرات ربما لحل الفرقة. اي
كيفاش تفسر أن رئيس البلدية تلغي العروض اللي هي برمجتها في المسرح البلدي؟ أن تقول تطلب من الوزارة على طريق المديرة، تطلب من الوزارة تقول لها بالله ما توزعش مسرحية الطيب ككح، الفرق تعارك على التوزيع واحنا نرفضه في العروض دي. كيف غيابنا الكلي في المهرجانات؟ المهرجانات كانت مبرمجة طيب ككح لأن مسرحية خفيفة بون كوميدي تفاعل مع الناس وعملت كومبلي 8 عروض دين برك عملتهم بلدية، 6 كانوا مبيوعين للجمعيات. دونك هذا الغاء العروض، الغاء العقود نتاع كوثر الباردي وريم الزريبي وفيصل بزين، شو عملناه الاربع شهور ما خلصوش، السنة وقد دخلوا الشهر الثاني ما خلصوش. دونك معناه فما كذلك المؤشر اللي هو ينبأ بكل شيء استقالة مساعدها المستشار البلدي محسن بن فيزا المكلف بالثقافة على